بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه من والاه. حسام التبلد حسام التنسيات حو أبو وأمات وحوات دبالها ليكم قادر السلام كبتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة الأخيرة دبار كان إيمان لستة، أن نؤمن بالقدر خيره وشره. أركان الإيمان ستة تنبين، وكل ركن دي بتاعنا كان فقدنا لنا حتى نذكر منن مسلق النمطان. إيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولا دليلنا اللي ميت بيننا من قبل الأركان الستة تنفسا دليلة. والله سبحانه وتعالى لبل ليس البر أن تؤمنوا أن تولوا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ولقدر يا بي الله من قبل ميتوا تقديرنا الله سبحانه وتعالى قل مخلوقات حسب ما سبق علمه واقتضت حكمته. الله سبحانه وتعالى كما إلى حدا وكما إلى قدر قل مخلوقات لنايو وكما حكمة لنايو أتحدث. الله سبحانه وتعالى حكمة متحدة على كما لحقتو حدا وكما تقدر يا تو لقدر يو اللي تلا قدر خيره وشر لا تقدير ميت بيننا القدر بيننا تو تقديرنا. الله سبحانه وتعالى قال لك كائنات كل شيء لها اللي قلو كما الله سبحانه وتعالى بعلمنا نايو وبحكمته لا تحديت لا اقتديت يعني حسب ما سبق علمه واقتدت حكمته كما علم لنا يو بادرته وسابقته على والحكمة لنا يو كمان من إلا ما تقتدى عليه متى تحدى عليه كم سلعة قدر أجلنا ولا إيمان بقدره يعني أربع نقطة لا تحدينا حتى الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يعني علم بكل شيء بكل شيء أمرته جملة وتفصيلا أزلا وأبدا سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده حتى قلنا آمن بالله ليت قلنا الله سبحانه وتعالى علمنا كل شيء بجملة وتفصيلة أزلا أبدا سواء كان ذلك ما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده لك الأيد إيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. سأل سيد كمان لا عندما بتحتك على الدليلنا حديثا لا دليلنا آيات من القرآن رب العالمين ودي بحديث صحيح عن مسلم دي بصحيح الإمام البخاري الإمام مسلم دي بلبر عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الله سبحانه وتعالى لمقادير ولا إلا رب العالمين كل شيء خلقه بخمسين ألف سنة قدما لا أرد ولا سماوات ندير تخلقها إلا كريتا قبل حتى قلنا آمن الله سبحانه وتعالى يعني كل شيء بأمرته جملة وتفصيلا قال إيد كمان إيمان بكتب لنا وبلوح محفوظ أن الله سبحانه وتعالى بيلينا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وكمان دي بحديث لان ذكرنا كمان سال سيد إيمان بجميع الكائنات لرب العالمين كلا يتقبين بل بمشيئة رب العالمين إلا يعني فعل التخصص من قبي يعني مخلوقين التخصص من قبي وبأفعال التخصص إلا كلا رب العالمين لأن رب العالمين لبل وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله سبحانه وتعالى كم سألوا رب العالمين لحدا لا أختير لا لحدا الحري ولا لحدا خلق. والله سبحانه وتعالى ويفعل ما يشاء الله سبحانه وتعالى لحدا خلق إلى حدا الأختير إلى حدا ودي إلى حدا الفعل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. رب العالمين التأرحام لصورتنا والهيئتنا هتوت الأقادر لودي إلا كم سل مقادير لنا يا رب العالمين تقلنا آمن ابن ضروري لأن ثلاث أشياء لأن الله سبحانه وتعالى سلطان كامل بو ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم التحقى نايا إذا بفعل نايا مخلوقين للتهجد بقى الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى لبل ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. هذا
لرابع عيد إيمان كمان مرت حدا بمخلوقات الله سبحانه وتعالى بذوات لنا وبصفات لنا وبحركاته. الله سبحانه وتعالى لبل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. والله سبحانه وتعالى لبل وخلق كل شيء فقدره تقديره. لأنه الإيمان بالقدر ضروريته. وقال عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه والله خلقكم وما تعلمون. والإيمان بقدر يعني رب العالمين لوصفه ويعني الإيمان بقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرته عليها لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له. يعني لن قضاء وقدر لا يعني إنسان لو وديه الأفعل والمشيئات نهاية إنسان دي بأفعال اختيارية لو وديه إلا مثلا يلت عارداني ومثلا دودنا ينيقب أمعنا لبل الله. والله سبحانه وتعالى لبل دي بمشيئات فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. والله سبحانه وتعالى لبل فاتوا حرثكم أنا شئتم. والله سبحانه وتعالى لبل دي بقدرة فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. والله سبحانه وتعالى لبل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كاريد كمان يعني واقع نا إنسان يعني لما شئت لنايو بقدرته قل إدم لك قدر قل إذا لك قدر والهرار بإرادته لقيس والهقية بإرادته للتهاجي إلا كلا الله سبحانه وتعالى يعني مثلا قدرت بإيمانا بقدر ليت تنافي وليت عارض ولا رب العالمين أثبتها قلناها كمان لبيلا هلا من قبي بالدليلنا يا رب العالمين هنا قلنا حيود قدر لأن الله سبحانه وتعالى لبل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ولكون كله ملك رب العالمين فحتى قل لك بقى يقدر بل علمنا يا رب العالمين وبل مشيئة لنا يوم كل شيء بعلم رب العالمين وبمشيئتنا يا رب العالمين تلقبي اكيت الليت سنيت الليت موت الليت حيوت الليت مكرات الليت كله بعلمنا يا رب العالمين وبمشيئتك تلقبر. فأي شيء تلقبي بمشيئتنا وبعلمنا يا رب العالمين ومشيئتنا يا رب العالمين تلقبي. والإيمان يعني بقدر يعني با يعني لواجبات أو فعل أو معاصي أو قلي أو باطل إلا كلا حنا قلنا آمن بن ولا بألحدنا ولا بأختنا قلنا ننسى أمنا بنا وكمان قلنا آمن بنا إلا كل اللي قبل الله منا معاصي لقبا ومنا صنعت لقني دارا حتى قلنا نقدم منا صنعت لواجبات عادي موديال واجبات هي موديال تراهن بقبي كتو موديال إلا كلنا بعلم ربنا يا رب العالمين ومشيئته وقدرته تلقبها. الله سبحانه وتعالى لبل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون لا تخرصون. يعني حجت بهم من قبل لهم الله سبحانه وتعالى يعني قدر من قبل حجة ما كان أذاقهم الله سبحانه وتعالى يعني لبأس ويا يعني ويعذب يوم على لكن أنت تحسابك وتفعلك وتأقوالك وتودايك قلت تحاسبته واللي أنت تودي لكن أنت تودي سندنا ودي كمان من ريمنا يا رب من رب العالمين ريم اللي كان بمشيئتنا يا رب العالمين وبعلمنا يا رب العالمين ودليك ورب العالمين ملائكة توكلوا دبك وانت لا توكيو كل الحسو وكتوبوا وقلت اسأل وقلت اسألنا من نوت لا شك لأن الله سبحانه وتعالى لأكا قلنا رسول قل بشرونا وقل أنذرونا وملائكة قل سجل ديبنا الله لبل رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وما كان الله عزيزا وكان الله عزيزا حكيما. رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. الله سبحانه وتعالى يعني لقدر حجة قل مخالفين يعني برسلنا يا رسل ودي لأن مخالفتنا يا رسل وقعت بقدرنا يا رب العالمين
يعني حاصلت الحليت معناها لهم المخالفة لهلو بقدرنا يا رب العالمين وبعلمنا يا رب العالمين وبمشيئته لقافته. سأل زيد كمان الإمام البخاري حديث رواه والإمام مسلم كم سليه وذا لفزق البخاريته عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله؟ قال لا أعلم فكل ميسر. ثم قال فأما من أعطى واتقى. وفي لفظ لمسلم فكل ميسر لما خلق له. فالنبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر. طيب ما ممكن أقول لك يا خلاص ربع وقين قدره ومشيئته بعلموته قبا أنا أقل من شقه ليكو ويا رسول الله وقين قبا أنا أقل من شقه فوين توكل فوين اللي يموديك لكم سلبي له لا بيلي رسول صلى الله عليه وسلم فأما من عطى واتقى أن رب العالمين بيلا كل رسول صلى الله عليه وسلم بيلا كل ميسر لما خلق ولما خلق له. يعني الله سبحانه وتعالى اللي عبد أوجديه ما قل لي ديته كفا قل لك حالته آمرته دي بأذل وآمرته بعلمه وبمشيئته ثلاث قبي فما تخفى عنه خافية. الله سبحانه وتعالى كل للحصل بعلم لنا وبمشيئته ثلاث قبي. والله سبحانه وتعالى خياره بيك أنت طريقنا خير تحدى وطريقنا شر وحر رب العالمين لحاسبك كذيبه لرى بعيد. الله سبحانه وتعالى أمرين يعني ابا لينا يعني لا 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 لينا استطيع ابا يعني يا امرنا رب العالمين لين قدر صنعت ودوي بي لان لا كلف الله نفسا وسعا عند رب العالمين. فاتقوا الله ما استطعتم لا تستطيعوا يعني باتقوا قدر ما تستطيعوا جنبوا قدر ما تستطيعوا تقوى تدوفن يكون فن عذاب رب العالمين. ورب العالمين بلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه. يعني الانسان يتجبر من قبي ويتجبر على صنعته بلا يقدر لقل انتهى منه وقل له خلصه وقل له اتبه وبواجبه قل له التزم حمسي الله سبحانه وتعالى قدر قلنا برضو يعني اللي سر رب العالمين مكتوم لا يعلم به الا عبد وقوع المقدور. الله سبحانه وتعالى الامر روته انسان لي الامر لسر عشان كده احنا بلا مودي يعني قل تقوى وقل حسابنا قل نيدي والأمر رب العالمين قل نفوده وإيمان لنا إيمان صادق قل لك با وإيمان صافي قل لك با لأنه ميتلا كريت قلنا ليت ميتلا لها ليت قلنا ميتلا حسبنا أمرا ملحنا لكن إلا وإلا ودو إلا وإلا فعلوا إلا والأرئينا المؤدي وسوى قبيتها سك جنة لتندعنا وسوى قبيتها سك سارة لتندي إلا كلنا يبان قلنا بطر وبان قلنا آمن وبان قلنا نشقي لوجهنا دين طول ديننا النبي صلى الله عليه وسلم وكم سليه وشرح الله كمان لشارحنا اللي كتاب اللي هذه لا دي بس مرات نايا الإيمان بالقدر دي بنا نتهاج حد أنا من قبي خيره وشره عند بنا نتهاجنا دي بشر ودي بخير كلنا قلنا آمن بن يعني لهم بدو حل خلافات للحصل بهم لما حجت بقى قدر للتقوى للحد علو والواجبات منه في علم منه منه تمام عسق اللي قصر للحد وبدو رخص للحد كلهم كلهم رب العالمين آيات ردد بهم وبيانا قلهم وبياناه قبل شوية لان التهاجد بعناتن دي بس ثمرات قلني قيس ميتا ثمرات تا إيمان بقدر خير وشر بينا من قبل ثمرات عظيمة وجليلة وممتعة وسنيت وقرم ولا تتفتي وقروب لا تريح وقبي سنيت لترينا وقبي رحاب وسنيت فايحد لترينا سمرات بنقلنا في قرن قدر حتى أول اعتماد على الله سبحانه وتعالى بنا تيب ربك نتوكل بأسباب سنيت قلنشكي اعتماد يعني بربك اللي بخالص بقدر الله سبحانه وتعالى قال ايد كمان الإنسان لا شقه من شقه يقول عجب وقل مرة قرور قل الاتيب بشغل لنايو بنفسه بمراد لنايو بمحصول بنعمته لركبه وبسبب بخير وبسبب بنجاح اللي كله بكمان يعني عندك ابتهجا وعندك قرر دي اللي يقول لك بقى لابونا سال سيد الطمأنينة لا طمأنينة لما تمتقنا والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله تعالى فلا يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة. وفي ذلك يقول الله تعالى
وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله يحب كل والله لا يحب كل مختال فخور. كلمة لا دليل سنبي نقرأه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. قرور قال لي بعد ابن افتخار قال لن لا لن نشرح عنا دباء لمؤلفكم مؤلف لبيل ينتر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لحديث الإمام المسلم لروايته وإلا يعني الله سبحانه وتعالى لمؤمن كم سليه يعني أمر كل خير لقبي ألبوني دي بالدنيا لبل وميتكم سلبي له خير ما تقيم من قبي رب العالمين شكر ومصيبة ما أتم من قبي أقل رب العالمين صبر وده فديبا شكر خير ركب وديبا صبر كمان خير ركب. لا فرق هليت فرق مزل يعني تتفاصيلنا قنيتين حدا لكن الجبرية للبولوم يعني مفاهيم عامة قلوم والقدرية للبولوم مفاهيم عامة قلوم وكلهم قلوم قلنا احنا بدوح يعني يلا تحزوناني لأن احنا أهل السنة والجماعة هنا وسنة وكتاب رب العالمين وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا 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 التنأبو ولا وجه التنأبو بل أن جيس سبحنا وسنتنا يا رب العالمين وكتابنا يا رب العالمين كتابنا يا رب العالمين وسنتنا يا رسول صلى الله عليه وسلم كافيتنا. فالله سبحانه وتعالى قل تمشيت والله سبحانه وتعالى بدوح حاجات وأدى حقنا آخر آيات بنا نختم إن شاء الله. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى وقل الحق من ربكم ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها من عمل صالحا فللنفس ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. الله سبحانه وتعالى لا فرق في انجيل افعال باختيار لموديا وافعال بارادت يعني لهم وديا كم سل نبرا كم سل يعني ستاي ان ستماي ام بالا ندبين الدابي الا كلا يعني يعني افعال يعني بزوح مشكلات لابودي بنتن لهم يعني سب شويه لمخالفات لابودي يوم لبطرودي بكي فهم لن بدوح بيننا ينبطر ديبان احنا اللي تحدينا لرب العالمين كفو انفره كفو انفتيو وبدري اللي تلبي لنا وكمان امن بقدر وبا يعني لرب العالمين كمسل اوجدا وكمسل رب العالمين كل شيء كمسل خلقه وكمسل رب العالمين كل شيء كمسل قدره ديبا ايات الان ذكرتها قبل شوياته. الله سبحانه وتعالى لبل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الله سبحانه وتعالى لبل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يعني لو قدرتنا يا رب العالمين تا ولا حكمتنا يا رب العالمين تا ف رب العالمين لا قدريو رب العالمين لا وجديو رب العالمين لا حكميو اعتراض لا بديبوني ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
بعقل الحدينا من قبل نكون كل مملوك لرب العالمين تو الانسان من اللي كونته فهو مملوك فهو مملوكنا يا رب العالمين تو ومملوك يعني للسرف دي مملوكنا يا مالك يقدرني الا باذنه وبمشيئته. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وذي بخير لدينا إن شاء الله.